نيال البيت يلي بيطلع منه بيت. ما منحس حالنا اليوم أبداً مع هيدا الحزب اليوم اللي اسمه حزب القوات اللبنانية إنه هو حزب طالع من رحم الكتائب اللبنانية. أنا بشكر دكتور صايغ على توضيح. شيخ سامي الجميل عنده عقدة القوات. سمير جعجع معقد من بيت الجميل. حاكم مصرف لبنان شفناكم هذا السكوت المريب، يعني ما كأنكم معنيين بهذه القضية. لا، ما في غطاء فوق راس حدا. برأيك اليوم إذا القضاء السويسري أو القضاء اللبناني فات عملفات هذه الشخصيات، برأيك مين بيطلع منهم بريء؟ نبيه بالذين يبلشوا فينا بالأول ويكفوا عليه. سعد الحريري ما بتصور بيطلع بريء، ضروري كل يوم نطلع نصرخ يعني. الأساسي بهيدي المعركة كلها هو نصر الله. حياة وقفة عز، وقفة هيدي وقفة عز مع لبنان. العهد مش موجود تيكون فيه منه موجود؟ هالرصيد شو عملت فيها؟ الناس اللي وسقت فيك